بس الشيء الأول بقول لك أنه كثير يعني اختلفت أنا والبنات وصديقاتي وكذا أنه على الإمساك وقت هي. الإمساك لما أنا يأذن أوقف كاس الماية وأقول لهم أنه يعني اللي أعرفه أنه خلاص توقف خلاص الشرب والأكل إذا أما إذا كان بفمك شيء أو أنت قاعد تشرب تكمل ما أدري هذا صحيح ولا لا يعني هم قالوا إذا كان في يده إناء النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أذن المؤذن بيد أحدكم إناء فلا يضعه حتى يقضي نهمته منه رواه أبو داود فهو الأصل إذا كان في يده إناء وأذن فأكمل إناءه لا بأس أما أنه أذن ويبدأ يبحث عطوني الأكل بسرعة وين الشرب عطوني كذا هذا خلاف ما فعله عليه الصلاة